بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إثنار اليوم الرابع عشر من شهر توت المبارك. نياحة القديس أغاثم العمودي من تنيس. اسمك المبارك يا أبانا أنبأ أغاثم العمودي، أضاء بالأكثر فيها الفضائل هذا الرجل البار. كان من بلدة تدعى تنيس، وكان والدان برين وصديقين أمام الله، وكان فكر الرهبنة يخطر على قلبه بغير فتور. فظهر له ملاك وصحبه إلى شيهات في شبه راهب، فأتى إلى الشيخين إبراهام وجورجيين فألبساه الإسكيم وصار ابنا لهم، ودفع نفسه في نسكيات وصلوات لا تحصى، وكان يلهب بفضائل أبينا سمعان العمودي القديس. مشتاقا إلى سيرته الحقيقية فنزل إلى نواحي مدينة سخا، فبنى له المؤمنون هناك عمودا، ثم صعد عليه مدة 50 سنة وصنع قوات لا تحصى وأخرج شياطين كثيرة. ولما أكمل كل هذه الجهادات والأتعاب تنيح وذهب إلى الرب بصلوات القديس أنبأ أغاثم: يا رب انعم لنا بغفران خطايانا. أشعياء النبي يسبح قائلا: إن الذين يطلبون الرب يتحدون في قوتهم. هذا الصديق العظيم أنبأ أغاثم العمودي قد كمل عليه هذا القول النبوي: أنبأ أغاثم العظيم حمل الصليب المقدس الذي للمسيح بقوة وصبر عظيمين. إن أرميا النبي ينشد مرامة هذا القديس وعظم صبره ومثابرته وطول أناته، إذ قال: طوبى للرجل الذي يحمل نيره على عاتقه. منذ صباه قد لبست درع البر وأنعلت قدميك باستعداد الإنجيل. إذ أحببت أن تكون ساكنا في البرية أيها العظيم أنبأ أغاثم حتى تكون مجربا بمقابلة الأرواح، وأنبت لك أجنحة مثل النسور، استعد تعدو ولا تتعب وتمشي ولا تجع أيها العظيم أنبأ أغاثم. غرت للرب الصباوت وسعيت بالروح وبقوة إيليا، وكنت ترتل مع داود النبي قائلا: أحاط بي جميع الأمم وباسم الرب إله انتقمت منهم. فسمعت للوقت صوته الحلو قائلا: تقوى يا حبيبي أغاثم، لأني كائن معك وناظر إلى وجهك. اطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا.